موقع المهرية نت الذي سلط الضوء على خروج الجماهير الرياضية في مأرب إلى الشوارع والمنتزهات احتفالا بالتأهل التاريخي للمنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي لمونديال قطر لكرة القدم. يقول الموقع إن هذه الاحتفالية جاءت عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الأسباني بركلات الترجيح وتأهله إلى الدور ربع النهائي كأول منتخب عربي يتأهل إلى هذا الدور في كأس العالم. وفقا للموقع فقد عبرت الجماهير اليمنية التي احتشدت في وقت مبكر أمام الشاشات لمتابعة المباراة عن فرحتها الكبيرة بهذا الانتصار التاريخي بأشكال مختلفة بالهتافات بالرقص بالاندفاع إلى الشوارع والهتاف للمنتخب المغربي مع صخب الأصوات. كما أشادت الجماهير اليمنية بحسب موقع المهرية نت بالمنتخب المغربي المعروف بأسود الأطلس وأدائه المشرف والبطولي، وكذلك أشادوا بحارسه المتميز، مهنئين الشعب المغربي وكل الأمة العربية لأن هذا الإنجاز لا يقتصر على الكرة المغربية فقط، بل هو إنجاز لكل العرب ولكل الجماهير العربية المحبة للرياضة.